مرحبا، أنا صالح سالم وهذه شذرات. حلقة اليوم عنوانها غريب شوي. قبل الحديث عن التفاصيل نود أن نسأل، هل يجد الإنسان سعادته في التخلي والترك أم في الحرص والتمسك بالأشياء؟ فكرة التخلص من القلق والتوتر في حياتنا والتركيز على ما هو مهم من الأشياء اللي تحقق السعادة والراحة النفسية. هذا الأمر نحصل عليه لما نغير نظرتنا الكثير من الأمور في الحياة. في أوقات كثيرة يكون سبب التوتر والإجهاد اللي نعاني منه ناتج عن تعلقنا بأشياء لا تستحق بالفعل هذا الاهتمام الكبير. لذلك يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يختار ما يهتم به ويتجاهل ما لا يستحق الطاقة الكبيرة والاهتمام الكبير. في كتابه فن اللامبالاة تحدث مارك مانسون عن قوة القرار وكيف يمكن اتخاذ قرارات صائبة بناءة من خلال تحديد الأولويات والتركيز على الأمور الحقيقية التي تسهم في تحسين حياتنا. يشدد على أهمية تقبل الحقائق وعدم الانغماس في الشكوى والتذمر. بدلاً من ذلك يدعونا للتركيز على الأمور التي يمكننا تغييرها والعمل نحو تحسينها. نرجع لسؤالنا، هل يجد الإنسان سعادته في الترك أم في التمسك؟ الإنسان يجد سعادته إذا امتلك القدرة على التعامل مع الفشل والخطأ وتعلم كيفية الاستفادة منها كفرصة للنهوض والنمو، إذا استطاع أن يكون أكثر حماسة ومرونة في التعامل مع التحديات والمخاطر وتعلم كيف يتكيف مع المواقف الصعبة بدلاً من الانهزام والاستسلام، وكيف يتحكم في اهتماماته ويركز على الأشياء اللي تضيف له قيمة حقيقية. أخيراً، هناك عدة مفاتيح إن استطعنا أن نسميها كذلك. هذه المفاتيح قد ترشدنا لبناء حياة أكثر توازن، من أهمها التركيز على الأولويات، التركيز على ما هو حقاً مهم في حياتنا من خلال تحديد القيم والأهداف الأساسية واتخاذ قراراتنا وفقاً لهذه الأولويات. هذا يمكن أن يساعدنا في تجاوز الكثير من التحديات الصغيرة وعدم إلى اهتمام زائد للأمور التافهة. من هذه المفاتيح أيضاً التعامل مع الفشل. الإنسان بطبيعة الحال يواجه الكثير من التحديات ويخطئ في أحيان كثيرة، لكن الأهم هو كيف يتعامل مع تلك التحديات ويستطيع بقوة الإرادة أن يحول الفشل إلى فرصة من أجل التعلم والنمو.